طيب نبدا بقى بموضوع التقرير. انت كحكم في الملعب في مراقب بره عنده الاحداث وعنده التفاصيل وبيكتب التقرير، وانا شرحت ده قبل ما تدخلوا معايا في الفقره الحواريه. لما تسمع حاجه زي كده تعليقك عليها ايه؟ كابتن طبعا الموضوع خطير جدا جدا. ليه؟ لان احنا بنتكلم في مراقب المباراه الكوميشنر ماتش، بنتكلم الحكم المباراه، بنتكلم كوردينيتور، الثلاثه دولت انت عارف طبعا اكتر مني محمد، التقرير بتاعتهم بتبقى مهمه جدا جدا بعد نهايه كل مباراه، خاصه لما يكون في احداث. المراقب المباراه ده مهم جدا لان خاصه بعقوبات اللاعبين وخارج الملعب، وبيخش مراقب المباراه كمان بيأكد مع الحكم في التقرير، خاصة لو في لعيبة عندها مشاكل. إذا التقرير المراقب المباراة مهم جدا جدا لأن ده بياخد حاجات يمكن الحكم ما بياخدهاش على فكرة. الحكم بينهي المباراة وبيدخل الغرفة، هنا المراقب موجود بيشوف كل الأحداث الموجودة يا محمد، فتقييم المراقب ده هو أعتقد مهم جدا جدا، ما ينفعش يبقاش موجود. إحنا بنتكلم النهاردة في عقوبات أو بنتكلم في بعض الأحداث، هذا التقرير يبرز هذه الاحداث وده مهم جدا عشان الامور تمشي كابتن محمد بشكل كويس. تمام، خلينا نمشي في البدايه يا جماعه. احنا شفنا قد ايه الاحداث اللي فاتت لابد ان احنا نستفيد منها كابتن محمد في الفتره اللي جايه. ما ينفعش في تقرير ويروح من المراقب او المراقب يبعته جديد على اول مره اشوفها بصراحه، يعني أول مرة اتمنى ان يكون الكلام دوت يعني هو بعت اعتقد محمد يعني من المقيمين حماسين من المراقبين اللي هم ليهم خبرات كبيره يعني راجل رئيس ويعني بقاله فتره جدا في هذا المجال. اتمنى ان هو يكون يعني واكيد يعني انا بقول ان هو بعد تقريره يمكن في حاجه احنا مش فاهمينها. طيب كابتن محمد صلاح عبد الفتاح اكيد عندك كواليس لان مش فكره تقريره بس، لا ده انت عندك تفاصيل اكيد في المساله ديت. نوضح للناس يعني ايه مراقب مسابقات، في ناس مش عارفه. مراقب مسابقات ده هو ممثل لجنه المسابقات في المباراه، هي دي الجهه المنوطه باصدار العقوبات بعد تقرير الحكم. فهو بياخد من الحكم، ممكن الحكم يصدر كارت احمر بيرجع للحكم في غرفه الملابس يقول له الكارت الاحمر ده ليه، ويلازم تقريره يبقى مطابق مع تقرير مراقب المسابقات. الا في الاحداث اللي ما بتقعش تحت نظر الحكم، حكم دخل غرفه الملابس، المراقب ما بيغادرش الملعب الا بعد مغادره الفرقتين والجماهير عشان يعني يسرد اي احداث. لكن المراقب والحكام الاثنين في خلال 48 ساعه لازم يرسلوا التقرير، في حاله عدم الارسال بيبقى في عقوبه. عقوبه وفي اجراء طبعا لازم يبقى في عقوبه. عقوبه على المراقب. كابتن تاكيدا لكلامك يا محمد بعد اذنك. بيرسلوا التقرير من خلال السيستم الالكتروني، خلاص ما فيش حاجه ورقي، خلاص كان الالكتروني الالكتروني الاثنين. في سيستم في الاتحاد خاص بالكلام ده، وما ينفعش ابعت ورقي. الورقي ده بيكون اجراء احترازي، يعني في حاله لو هو السيستم اتعطل، في انترنت اتعطل، ماشي، لكن بيبقى فيه ورقي والكتروني. فكون ان احنا نقول ان في تقرير ضاع، اعتقد كابتن محمد ياسين من الناس، على فكره كابتن محمد ياسين كمان اشتغل على مستوى الاتحاد العربي، يعني هو ليه باع وليه خبره وهو بيخاف على نفسه كويس. ولكن عايز اقول جزئيه ثانيه مهمه، الواقعه دي مش اول مره تحصل. معقوله؟ هقول لك ازاي. يعني احنا النهارده السنه اللي فاتت مثلا، الموسم اللي فات تحديدا، شفنا اكتر من واقعه اعتداء على حكام وما شفناش عقوبات طلعت. ممكن تلاقي في بيطلع اصدار او قرار ان في توصيه بالشطب على المدرب فلاني اللي اعتدى على الحكم، العقوبه تختفي، تقرير تحط في الدرج. طب فين حق الحكم؟ هنا دي الجهه المنوطه بهذا الامر هي لجنه المسابقات. ويمكن شفنا، ويمكن كمان باكد لك، ان في عقوبات بتتفاوت من نادي لاخر، وانا مسؤول عن كلامي. هو ممكن على السيستم التقرير يتمسح؟ المسؤول عن السيستم ممكن يتجاهله. يتجاهله؟ ممكن يتجاهله. حصلت قبل كده؟ هو يعني اعتقد حصلت بالوقائع اللي احنا بقول لك عليها، ان في عقوبه تقرير اتسلم ولكن ما فيش عقوبات صدرت. يعني مثال الاعتداءات على الحكام، فيش اكتر من الاعتداء على الحكام. اوكي. طيب كابتن ناصر كنت عايز تقول حاجه. بقول يعني احنا يمكن انا راقبت في الاتحاد الافريقي كابتن محمد وشفت احنا عندنا بعد المباراه ب 24 ساعه على فكره تبعت التقرير كحكم وكمراقب بيبعت تقرير ومراقب لجنه المسابقات بيبعت، ولو في احداث في خلال 48 ساعه دي ما فيش فيها هزار. السؤال حتى لو انا قالوا لي ان التقرير ما وصلش، وده وارد بيحصل معايا انا كمقيم، ما انا عندي كابتن تقرير سهل قوي بعت لهم التقرير عادي. وده اللي حصل انه بعته لجمال علام، هبعته تاني وتالت ورابع لان انا عندي اصل التقرير عندي موجود، ما عنديش مشكله. لما يتقال ان التقرير ما وصلش، لا دي ما بتحصلش، لان زي قال محمد انت بتبعت على السيستم. على فكره التقرير تقريبا بيبقى بي دي اف ما بتفتحش. تقرير المراقب على فكره السيستم غير، مجرد ما بتعمل سنت
غير قابل للتعديل. ما تقدرش بقى محمد، غير قابل للتعديل. انا عشان كده قلت انت سالت سؤال بتقول ممكن حد لا ما فيش حد يقدر يلعب في التقرير، لان ده تقرير بي دي اف مقفول، كل ما يتعلق بالعقوبات يعني ما حدش يقدر. ما هو مش هيلعب في التقرير، يلعب في التقرير، ولكن لما بيتعرض في لجنه المسابقات قبل ما يتعرض. بس يا كابتن ناصر، هو الفكره طالما بيبقى بي دي اف وبيتحط على السيستم مش بيتعدل او بيتلعب في التقرير، هو بيتعمل ديليت. ما يقدرش كابتن، لان هنا لجنه المسابقات بتيجي تجتمع. فالمفترض انت لعبت مثلا النهارده في الجوله الاولى 7-8 مباريات، لابد ان السبع مباريات بتقريرهم يكون موجود على ترابيزه لجنه المسابقات كلها، حتى لو في مباراه ما فيش فيها احداث. 7 مباريات بتقرير الحكم، تقرير موقع المسابقات، بتبقى موجود على طاوله لجنه المسابقات، خاصه في عقوبات او في حاجات بتبقى مهمه. فمفيش حاجه اسمها التقرير ما بيتعرضش يعني. ممكن لما بيتعرض ممكن ممكن محمد اتكلم في جزئيه العقوبات، ممكن عقوبات بتخفف على بعض وعقوبات بتبقى تبقى للائحه. ده موضوع بقى خاص بلجنه المسابقات وهم بياخدوا القرار. ماشي، بس لما نوصل لمرحله ان اتقال ان التقرير ضاع، طب انت بتقول التقرير ضاع ليه؟ مش عندك سيستم ولا انت عندك حاجه في السيستم؟ هي نفس فكره الايميل، يعني زي ما بتخش على الايميل بتاعك عندك ايميلات، صح، فتقدر تعمل ريموف لاي ايميل. ونفس الفكره، ما هو انت اللي بتتحكم في السيستم كاداره مسابقات. انت المتحكم في السيستم، عشان بس نعرف الناس، اللي بيتحكم في السيستم هو اداره المسابقات. زي بالظبط فكره السيستم بتاع القيد، السيستم بتاع القيد السنتر بتاعه فين؟ في اتحاد الكوره. بالظبط، هو اللي بيقبل، هو اللي بيفتح السيستم، هو في سنتر بيقدر يتحكم في هذا السيستم. هو اي سيستم لازم يبقى ليه ادمن وبيقدر يتحكم فيه. طيب التقرير ما ضاعش، التقرير موجود، لا يمكن يكون ضاع، لا يمكن، لا يمكن. وانا لا اشك اطلاقا في ان الكابتن محمد ياسين ضاع منه حاجه، لان هو شاطر جدا و حد مسؤول وعارف بيعمل شغله ازاي، انا دي متاكد منها.